سناب الشرقية أقوى حساب للتغطيات اليومية، مطاعم ومقاهي، فنادق وشاليهات، معارض وفعاليات، عروض وخصومات. دخلت وسائتك في خريطة هنا لازم تبصمون عليها، فبسم الله نشوف هنا جهة الخبر هنا. عندنا أخونا محمد هنا يعطيك العافية. الله يعافيك. تعطيني فكرة عن البوث هنا؟ أعطيك فكرة، هذه إحنا شركة رش تشالنج مقدمين لعبة اليوم الوطني، رعاية اليوم الوطني، فهذه صورة لازم تعدلها، كانت الصورة هي صورة الملك سلمان وولي عهد محمد بن سلمان. هذه برضو لعبة ثانية اللي هي أقوال الملوك، في 20 قول من أقوال الملوك لازم تخيل تفتح تقراها وتعطيني مين الشخص اللي قالها له. من الملك عبد العزيز إلى محمد بن سلمان حاليا. هذه طول العمر مناطق المملكة العربية لازم تقرب لي بالكلام، قصر البيعة، سيرة جزر الفرسان والعاب. لما ينتهي الشخص يقوم يتفضل ويأخذ جائزة. الجائزة عملنا فيها أكلات شعبية والعاب قديمة، البداية هناك موجودة. هي اللعبة للكبار فقط صح؟ اي لل 18 فوق. يعطيك العافية، شكرا. في لعبة بيلعبونها الشباب الآن راح نشوفها مع بعض. في بوث الرسم على الوجه وبوث الحنة، هنا البوث خاص بالصقور، في الحين صقار سعودي ان شاء الله راح نقابله، هذا كله الصيد هو اللي صاده وحنطه بعد التحنيط. يعطيك العافية بركان. الله يعافيك، مرحبا اخوي سعد. الله مرحبا فيك. بتعطينا فكرة عن الأشياء المحنطة هذه وعن هوايتك؟ يعني هوايه، ما بقول هوايه السيجاره ولا الصراحه اكثر منها هوايه، يعني ودنا ننقل هالتراث للجيل الناشئ اللي يفقد هالشيء وما يشوفه، ولا يعني لا تتابعه ولا شافه بجداله، يمكن فقدوا هالشيء. في جاب كبير بين الكبار السن والجيل الجديد، فودنا ننقلهم هالتراث الصراحه، يستفيدون، نعطيهم درايه، معرفه، شيء بسيط. الهوايه من زمان معاك؟ اي والله، اللي هي صيد الصقور والغزلان. اي نعم. نتعنى والله عشان الهوايه. طيب الغزال هذا الجزائر، روح المغرب، ما شاء الله دولي يعني. العراق ما شاء الله عليك. الغزال هذا، هذا من ضمن الصيد، طال عمرك مات عندنا، كان هو وامه عندنا. اوكي. ويوم مات حنطناه طبعا، هذه حباري في صيدنا. أنا أخونا عبد العزيز السويلم وأخونا محمد المشخص، يعطونا فكرة عن الجمعية وعن الاحتفالية اليوم، تفضل أخوي. طبعاً أول شيء يشرفنا أن نحتفل باليوم الغالي علينا. جمعية مهندسي البترول قسم المملكة العربية السعودية تأسست قبل 60 سنة، والفكرة منها هي تبادل المعرفة بين العاملين في مجال الطاقة، وكذلك تشجيع العمل التطوعي للمجتمع. هذه أحد طبعاً أغنى الفعاليات علينا، وإن شاء الله يعطيهم العافية المنظمين، بذلوا جهد كبير في تنظيمها. ما شاء الله صراحة كل شيء مرتب والإقبال كبير يعني من عصر. اللهم لك الحمد. الله يعطيكم العافية. الله يعافيك. محمد تعطينا فكرة عن سايتك أو الاحتفالية اللي أنت نظمتوها. إيه طبعاً إحنا طول عمر زي ما نشاهد الفعاليات نغطيها هنا، حاولنا من خلالها إن إحنا نستقطب كل العناصر والمواهب السعودية اللي نقدر من خلالها إن إحنا ننمي ثقافة العمل التطوعي، العمل الجماعي، والنهاية صدق في إصلاح المجتمع. وما شاء الله شباب فيهم خير وبركة، زي ما شايف الحضور فاق المتوقع، الناس قاعدة تجي ما شاء الله، ابتدت من أمس حتى تجي وتسألنا. احنا ثاني مرة نبيكم يعني يومين ثلاثة، يوم واحد ترى ما يكفي. اي والله علينا ضيق، ان شاء الله نشاطات كثيرة. ما قصرتوا. وقد ما قدرنا احنا نغطي اللي نقدر نغطيه في هالكم ساعة. وإن شاء الله نوعدكم نجاح. الله يعطيك العافية، الدخول مجاني وكل شيء متوفر وتكييف عالي ما شاء الله. ما قصرت، بيض الله وجهكم، بيض الله وجهكم جميع. طبعا الصالة هنا في معرض، في حرف يدوية، أكلات شعبية، رسومات، أرض سيارات قديمة تراثية.